اليوم بإذن الله في محاضرتنا الثانية راح نكمل الجزء الثاني من جزئية كليوباترا، تمام؟ طبعا في المحاضرة الماضية تكلمنا طبعا عن صورة كليوباترا في نظرة الرومانيين، وتكلمنا بعد عن الهوليوود موفي وان هي ليش تعتبر انها من المصادر الغير موثوق فيه، مثل ما تكلمنا في المحاضرة الماضية، وتكلمنا بعد عن الدافع الرومانيين في تشويه صورة كليوباترا وتشويه تاريخها الحقيقي، وأيضا تكلمنا عن المؤرخين اللي هو كاسيوس ديو، وتكلمنا عن بلوتارخ، وطبعا تكلم بلوتارخ عن عدة مواقف مع أنتوني ومع جوليوس سيزر، تمام؟ فراح نتكلم عن المصدر الأخير للرومانيين اللي هو عن الشعر، اللي هو في قسم الشعر اللي هو حق هورس، تمام؟ طبعا هورس كتب شعر عن أو بعد ما صار الانتصار أوكتيفيان على مصر، للي كان قبلها في توتر وكان في قلق كثير بسبب خوفهم من ان كليوباترا يعني تتغلب عليهم، تمام؟ فراح نبدأ هنا الحين. هورس بوم poem was written in the past near the time of the events that we are considering. وطبعا شعر هورس كتب في يعني في الماضي، لكن قريب من وقت الأحداث اللي صارت عند في فترة أو في زمن كليوباترا، تمام؟ يعني ما معناته إنه هورس نفسه حضر الإيفنت أو الأحداث، لا ما حضرها. فهو طبعا سمع عن القصة المتداولة والأحداث اللي صارت، فبعدين كتب شعر طبعا لروما عن الانتصار اللي حققه أوكتيفيان، تمام؟ So the poem is full of the imagery of joyous celebration. وطبعا الشعر هو مليء بالصور الجمالية اللي تعبر عن الاحتفال أو الاحتفالات المبهجة، مثل اللي هو dancing, feasting and opening that expensive bottle of wine kept for a special occasion that is precipitated after the sudden release of the anxiety that has preceded this moment. وطبعا اللي في الاحتفال المبهج اللي كان فيها الرقص وفيها الولائم، وايضا طبعا فتح العبوات الخمر غالية الثمن، ولمناسبة خاصة اللي هي طبعا من أجل التحرر المفاجئ اللي صار من بعد ما انتصر عليهم أوكتيفيان، وطبعا صار متحررين من القلق اللي كانوا فيه بسبب خوفهم من كليوباترا إنها تنتصر عليهم. فعشان كذا يعني كانوا في ذيك الفترة يعني ما صدقوا إن أول ما أوكتيفيان انتصر عليهم خلاص اتحلت الأزمة وانفكت أزمتهم والقلق راح، وكل فترات الضغط اللي كانوا فيه خلاص اتفرجت عليهم، وصاروا طبعا يحتفلون ويرقصون وإلى آخره، تمام؟ So the poem conveys feelings and impressions that may give us some insight into what people at Rome thought of Cleopatra and the events that had transpired. فطبعا تنقل القصيدة، يعني شوف ركزوا في ذا الشيء، تنقل القصيدة المشاعر والانطباعات التي قد تعطينا نظرة ثاقبة لما يعتقده الناس في روما عن كليوباترا والأحداث التي حدثت. طيب إيش معناته هذا الكلام؟ يعني هورس كتب الشعر هذا عشان ينقل مشاعر الناس، ينقل مشاعرهم وانطباعاتهم عن من اللي طبعا في روما عن كليوباترا،
إذا معناته إن هورس بس مجرد ناقل للكلام والمشاعر والانطباعات، بس قاعد ينقل، يعني ما كتب شيء من نفسه، لا هو شاف الناس اللي في روما وكيف ردود أفعالهم وكيف كانت الأحداث اللي صارت والمشاعر وكذا، فهو نقلها في الشعر حقه اللي كتبه عن انتصار روما على مصر. تمام؟ إذا أهم شيء لازم تعرفون إن الغرض من كتابة القصيدة هو نقل المشاعر عن مشاعر هذول الرومانيين وعن انطباعاتهم وعن نظرتهم لكليوباترا. So كليوباترا is introduced as the queen. راح نتكلم عن موضوع أو صلب موضوع القصيدة، إن كليوباترا تم تعريفها على إنها ملكة. تمام؟ طبعا هذا الشيء اللي قهرهم، هذا الشيء اللي قهرهم. So this term in itself would be enough to invoke hostility and suspicion in a Roman audience. إذا معناته إن هذا المصطلح لحاله اللي هو كوين ملكة بنفسه، يعني بس لحاله هو اللي يوقظ العداوة في المجتمع أو في الجمهور الروماني. تمام؟ إذا كلمة كوين طبعا أغاظتهم وطبعا ولدت العداء أو العداوة بالنسبة للجمهور الروماني. تمام؟ So راح نعرف التفاصيل ليش كلمة كوين لحالها هي اللي سببت هذا كله. راح نشوف. The notion of a queen was even worse. يعني كلمة الملكة بالذات هي اللي تعتبر أسوأ، هي تعتبر أسوأ. ليش؟ It is not only had all the negative overtones of king. يعني مو كل النغمات السلبية لملك، لكنها إيش اللي تعني؟ إيش المقصود؟ But it stood for royal power being exercised by a woman. هذا مهم جدا، إنه تعني أن المرأة تمارس السلطة الملكية. يعني كيف حرمة هي اللي تمارس السلطة الملكية؟ لا، معروف أن الكينج يكون للرجال فقط، لكن حرمة أنها تمارس سلطة ملكية وعلى دولة مصر بحالها، وحتى أنها اتحدت مع روما وخطفت مننا أنتوني. لا، أنت مرة تعديت الحدود، للحين أنت يا كليوباترا عديتي الحدود. فعشان كذا كان وصفهم لكليوباترا، يعني كلمة الكوين هذه يعني غيظتهم كثير وخلتهم إنهم يحقدون عليها. تمام؟ So Cleopatra is also portrayed as mad and crazed with hope unlimited and drunk with sweet fortune in her wild ambition to destroy Rome and its empire. فطبعا كليوباترا وصفت على إنها مجنونة، على إنها مجنونة بسبب طموحها الغير محدود، وطموحها في إيش؟ طموحها على إنها تدمر روما وإمبراطوريتها. عشان كذا هم كارهين كليوباترا، لأنهم يشوفون على إنها تبغى تدمر روما. تمام؟ لكن هي أساسا في الواقع هي تدور بس إنها تتحد مع القوة اللي، وطبعا اللي قوة خاصة منطقة البحر الأبيض المتوسط. تمام؟ So her followers in this enterprise are described as a contaminated flock of men diseased by vice. يعني شوفوا هذه الجملة، هذه كاتبها بعد هورس، فهنا تعبر عن إن أتباعها، أتباع كليوباترا في هذا المشروع وصف على إنهم قطيع مصاب بالعدوى من الرجال المصابين بالرذيلة. يعني قاعدين يذمون بعد الناس اللي تحت قادتها، اللي هم
معها في غزواتها وفي حروباتها، فقاعدين يوصفون على انهم يعني قطيع مصاب بالعدوى من الرجال المصابين بالرذيلة. تمام. So this is strong negative imagery. فطبعا هنا استخدم هورس صورة جمالية بس سلبية بالمرة، بالمرة سلبية. As we might expect from a Roman poet about an enemy of the state. طبعا نتوقع من شاعر روماني على أو عن عدو للولاية. So هو قاعد يقول هورس طبعا على ألسنة ومشاعر الرومانيين عن كليوباترا، فطبعا هذا شيء طبيعي إنهم يوصفون ذا الوصف على إنها عدوة طبعا لولايتهم اللي هي طبعا لروما. So كليوباترا is characterized as a crazy queen whose unbridled and reckless ambition is supported by a bunch of degenerates. طيب هنا تتميز كليوباترا بأنها طبعا ملكة مجنونة طبعا في نظر الرومانيين، تدعم طموح أو يدعم طموحها الجامح والمتهور مجموعة من المنحطين، يعني قاعدين يعني مثل ما نقول قاعدين يذمون في كليوباترا ويذمون بعد الناس اللي تحت جناحيها في سواء في الحروب أو في الغزوات وإلى آخره. تمام. So the negative rhetoric of the poem up to this point is simply in keeping with the sort of propaganda that appears to have been circulated about Cleopatra and Egypt by Octavian. وطبعا الخطاب السلبي للقصيدة حتى هذه اللحظة يتماشى بالتأكيد مع نوع الدعاية التي يبدو أن أوكتيفيان قد تم تداولها عن كليوباترا ومصر. فطبعا هذول الرومانيين مو قاعدين يتكلموا عن كليوباترا يعني من فراغ يعني من او من عقولهم، لا، كان في حملة دعائية او في شخص له يد في ذا الموضوع، وطبعا بالتأكيد هو أوكتيفيان لانه كان في خطابة قاعد ايش يتكلم عن مصر ويتكلم عن كليوباترا ويقول اني طبعا حنا روما اعلى شأنا من كليوباترا، فانتم يعني لازم تصيرون يعني عندكم خزي وعار انكم تتحدون دولة مثل مصر. يعني طبعا هذا كان رد فعل اوكتيفيان من خلال خطابه الصريح لجيشه. تمام. So Cleopatra may have been relegated to the status of a mad queen here, but Antony has been erased altogether. طب هذا مهم جدا، نلاحظ اني كليوباترا قد تكون هبطت الى مرتبة الملكة المجنونة، لان قاعدين يذمون فيها كليوباترا. تمام. لكن انتوني ايش صار له؟ تم محوه تماما. يعني احنا لاحظنا في القصيدة، طبعا القصيدة موجودة عندكم في نهاية الكتاب اذا تبون تطلعون عليها، او نهاية الشابتر، سوري، نهاية الشابتر. طبعا كلمة انتوني مو موجودة ابدا في القصيدة. طب ليش؟ ايش السبب؟ راح نشوف. He was careful to declare war in Cleopatra rather than on Antony and tried to make the war appear more like a primitive strike against a reckless and dangerous foreign power than a Roman civil war. طيب ايش معناته؟ معناته اني معناته ان يعني اوكتيفيان هو ذكي جدا في ذا الموضوع، يعني قال اني قاعد يحارب كليوباترا نفسها، بما ان انتوني انضم لكليوباترا بس ما هاجم انتوني. ليش؟
أنتوني روم من روما، يعني من الروم هو يعتبر، يعني خويي، خويي هو أنتوني. ليش أنا أحارب خويي؟ إذا أنا حاربت خويي معناته إن أنا راح أسوي حرب مدنية، اللي هي civil war، راح أسوي حرب مدنية، يعني أنا قاعدة أتحارب مع بلدي، تمام؟ فأنا أبغى أحارب الغريب اللي هدد سلطتنا الرومية. إحنا نبغى نحارب الشخص الغريب هذا، اللي طبعا اللي هو كليوباترا، تمام؟ فعشان كذا هو هورس كان ينقل بالضبط عن المشاعر الناس، فلذلك ما كان في أي هجوم على أنتوني، ولا كان في أي يعني في خطاب مباشر إن الحرب ضد أنتوني، لكن كان ضد كليوباترا، لأن هي تعتبر اللي بالنسبة لكليوباترا إن هي كضربة استباقية ضد قوة أجنبية، أجنبية متهورة وخطيرة أكثر من حرب أهلية رومانية، نفس ما أنا اتكلمت من شوية إن كيلوباترا هي يعتبر القوة الأجنبية اللي لابد من محاربتها، وطبعا ما يكون في ذكر أي سيرة لأنتيني عشان ما يكون على إنه حرب مدنية أو حرب أو بما يسمى بالحرب الأهلية، تمام؟ إذا هذا بالنسبة لعدم ذكر أنتوني في قصيدة هورس. So, the initial image of Cleopatra as some kind of wicked witch is swept aside in the second half of the poem and replaced by a re-evaluation of her as an admirable figure. طيب معناته إني يعني إني طبعا صورة كليوباترا، صورتها الأولى لكليوباترا في بداية الأمر على إنها ساحرة، ساحرة شريرة، تمام؟ كان هذا الكلام في الصورة الأولى من البوم، لكن في النصف الآخر من الشعر اتبدل هذا الرأي أو هذا التقييم، اتبدل هذا الرأي والتقييم، صار إيش؟ شخصية يعني يتم الإعجاب فيها، أو شخصية رائعة، صارت شخصية رائعة وأي أحد يعني ينعجب فيها. طب ليش؟ إيش السبب؟ راح نشوف. She may have been regarded as a monster and an enemy of the state, but the way in which she met her death is sufficient to occasion the poet's admiration, because she calmly and bravely chooses death on her own terms. طبعا كانت في البداية كانت تعتبر على إنها شريرة أو مثل الوحش، هو عدو للولاية، لكن الطريقة اللي قابلت فيه موتها كان كافي إنه يثير إعجاب الشاعر، بسبب إنها اختارت موتها بشجاعة وبهدوء بطريقتها. طبعا احنا عرفنا إن في آخر قصة كليوباترا هي انتحرت، طبعا انتحرت من سم الثعبان أو من لدغة الثعبان، وطبعا هي اتعمدت تسوي هذا الشيء لأنها ما تبغى إنها تصير مذلولة من قبل أوكتيفيان، لأن كان أوكتيفيان كان ناوي إن يجرها جر الخيبة والهزيمة وقدام طبعا الناس إلين روما، عشان بعدين يسوي لها العقاب هناك. فهي ما حبت إنها تنحط في ذا الموقف، فعشان كذا اختارت إنها تنتحر، عشان لا يعني كنوع من التحدي لأوكتيفيان، إنك ما راح تذلني وحصير طول عمري مرفوعة الرأس يا أوكتيفيان، ما راح تقدر تخذلني وتخزيني، ولا إنك تجيب لي العار حتى ولو إيش، لا أنا راح أصير شامخة وأصير رأسي مرفوع إلين موتي أو إلين مماتي، تمام؟
إذا هذا اللي صار بالضبط، واللي أثار إعجاب الشاعر وذكره في النصف الآخر من قصيدته. تمام؟ So her suicide at the prospect of disgrace and humiliation places her on the list of aristocratic Roman men and women who choose death rather than dishonor. فطبعا نفس الكلام اللي قلته من شوي، إن انتحارها يعني لأنه يعني تبعد عن الإهانة والخزي، وطبعا الطريقة اللي استخدمت فيها موتها هي يعني تنحط في قائمة اللي هي قائمة النساء والرجال الرومانيين اللي هم من الطبقة الأرستقراطية، اللي اختاروا موتهم بدلا من العار. تمام؟ إذا in this way the Horatian poem suggests a certain ambivalence in the attitude of contemporary Romans towards Cleopatra. وطبعا في بهذه الطريقة، طبعا بهذه الطريقة شعر الحق هورس يقترح على إنه في تضاد في الموقف من قبل الرومانيين المعاصرين من أجل أو تجاه كليوباترا. معناته إني شعر هورس ينقسم إلى قسمين، والقسمين هذول في تضاد بينهم أو في اختلاف بينهم، لأن في الأول كان يذم كليوباترا واني وطلع عليه كلام على انها وحش وعلى انها ساحره شريره وعلى انها كوين، اللي هي الكلمه المو كويسه او اللي يعتبروها مو كويسه عنها. لكن في النصف الاخر بنلاحظ اعجاب الشاعر بكليوباترا وبتصرفها، خصوصا في اختيارها في طريقه موتها. تمام؟ فعشان كذا هذا معناته الامبيفالنس اللي هي اللي موجودة في شعر هورس. تمام؟ So this poem can't be taken as an objective eyewitness account of what happened at the Battle of Actium of how Cleopatra committed suicide. طيب فهنا نشوف ان هي اساسا انتحارها او ان هي يعني لا تعتبر أو لا يمكن اعتبار هذه القصيدة رواية شاهد عيان، يعني ما تعتبر إن هذه القصيدة رواية شاهد عيان. ليش؟ لأن أساساً هورس ما كتب قصيدته في أثناء الأحداث، كتبها بعد الأحداث ما خلصت، من بعد الأحداث ما خلصت وصارت القصة متداولة في روما، فطبعاً وقتها إني كتب القصيدة اللي عن كليوباترا وعن الشعور هذول الناس. وحتى بعد إن ما يعتبر إني شاهد عيان من اللي صار في حرب أو معركة أكتيوم، وإنها كيف كليوباترا انتحرت. تمام؟ فمعناته هذا كله أساسا ما حضر ولا شيء منهم، فقط كتب عن مشاعر الناس و يعني انطباعاتهم عن كليوباترا، وكتبها من والأحداث اللي صارت كتبها في قصيدة، لكن هو طبعا ما شاف أي شيء. فعشان كذا هذه النوع من المصادر ما تعتبر إنها موثوق فيه، لأنه ما يعني مو موثوق، يعني تعتبر لا تعتبر من المصادر الأولية، لا تعتبر من المصادر الأولية، لأن شرط المصادر الأولية إن اللي هو primary source إن يكون حضر للمشاهد بنفسه، ويكون كتب هذا الشيء بمجرد ما رأته عيناه. هذا طبعا primary sources، لأن كثير في من الطلبة يلخبطون في ذا الشيء، فمهم جدا تعرفون وش البرايمري سورس والسكندري سورسز. برايمري سورسز اللي هي تكون سواء كتابات او اشياء تكون من الوهله الاولى،
يعني صار في الأحداث أو أثناء أحداث اللي صارت في وقت كليوباترا، لكن اللي طبعا بيكون صار بعد الأحداث ويكون اتناقلها من الناس، وتناقلها من الناس اللي شافوها، فهذا معناته اللي هي secondary source اللي هو المصدر الثاني، لأنه هو نقلها من الشخص اللي شاف الأشياء هذه، سواء وجها لوجه أو سواء عن طريق الكتب أو الروايات وإلى آخره. تمام، فهذه مهمة جدا تعرفونها، لأن دائما بيجي منا أسئلة عن primary source وعن secondary sources. So, however, it does tell us something about the sorts of feelings that these events inspired back at Rome and the complex set of emotions that the name of Cleopatra might have evoked. ومع ذلك فإنه يخبرنا شيئا عن أنواع المشاعر التي ألهمتها هذه الأحداث في روما، والمجموعة المعقدة من المشاعر التي ربما أثارها اسم كيلوباترا. تمام؟ إذن بالإجمالي بالنسبة لقصيدة أساساً هورس، هي كتبت من أجل نقل مشاعر وانطباعات الرومانيين عن كيلوباترا. أوكي؟ فمثل ما قلت لكم، هذا بالنسبة ل المصادر. احنا خلصنا عن المصادر الرومانية اللي هي طبعا عندنا هورس، وعندنا بلوتارخ طبعا، وعندنا كاسيوس ديو، فهذه عندنا اللي هي المصادر اللي خاصة بالرومانيين، وطبعا كانت كلها مجتمعة على انهم ينقلون الصورة السيئة عن شخصية وتاريخ كليوباترا. تمام، طيب راح ننتقل القسم الثاني من صورة كليوباترا نفسها، عن صورة كليوباترا نفسها. طبعا بما ان كليوباترا ما كان عندها من المصريين اللي ينقل التاريخ، او ما في احد منهم يتكلم او كتب او كذا مثل الرومانيين، فعشان كذا كليوباترا استخدمت مصادر اخرى تكون مادية، مصادر مادية وليست مكتوبة، اللي تمثل عن صورة وشخصية كليوباترا. وطبعا أغلب هذه الأشياء هي موجودة في مصر، في المتاحف هناك في مصر اللي مثلت عن صورتها وعن نفسها. تمام، إذا عندنا هنا كليوباترا entered the history of the West largely through her incorporation into the written records of Roman authors, and there are no narrative stories or biographies of Cleopatra written by ancient Egyptian that we can sit beside the Roman accounts. طبعا هذا كلام اللي أنا قلته من شوي، إن هي كليوباترا استطاعت إنها تدخل التاريخ الغربي بشكل واسع من خلال اندماجها في المصادر طبعا المكتوبة أو السجلات المكتوبة اللي كتبها المؤلفين الرومانيين. وللأسف ما في هناك أي تاريخ سردي من قبل المصريين أو سير ذاتية عن كليوباترا تم كتابتها من قبل المصريين القدامى، فاللي طبعا تنحط بجانب للروايات الرومانية. تمام، فعشان كذا ما حصلنا نفس ما سووا الرومانيين للمصريين، ما حصلنا، فعشان كذا بنحصلها في يعني في مصادر مادية. So there is material evidence in the form of statues in inscriptions statues, inscriptions, and coins, which reveals Cleopatra's images of herself. فلذلك هناك دليل مادي وليس مكتوب على شكل طبعا على شكل تماثيل، على شكل تماثيل ونقوش وعملات معدنية تكشف عن صور كليوباترا لنفسها. تمام؟ So, it is vitally important to consider
these images because through them we gain a greater insight into how Cleopatra wanted others to see her. فطبعا من المهم جدا او المهم للغايه النظر في هذه الصور، لاننا من خلالها نكتسب نظره ثاقبه عن اكبر حول او عن كيف كليوباترا او ارادت كليوباترا ان يراها الاخرون. فطبعا هي كليوباترا عارفه ان تاريخها كان شامخ وتاريخها كان مهم جدا وبارز، فبما ان ما كان في من حقين الروايه او الكتاب او المؤرخين المصريين، فعشان كذا استخدمت الدلائل الاخرى اللي هي الماديه مثل التماثيل والنقوش والمعاد العملات المعدنيه اللي طبعا توضح عن صورتها الحقيقيه اللي بقى بعد كذا راح تتناقل من جيل إلى جيل. So, by looking at these artifacts, we can try to restore some of Cleopatra's own voice as a counterpoint to how she has been represented by others. وطبعا من خلال النظر إلى هذه القطع الأثرية يمكننا محاولة استعادة بعض صوت اللي هي صوت كليوباترا نفسها كنقطة مقابلة لكيفية تمثيل الآخرين لها. تمام؟ إذن هي حبت إنها يكون لها تاريخها الخاص كليوباترا من خلال الارتفاكتس ومن خلال الستاتوز، وعندنا الكوينز والانسكريبشنز، فعشان كذا قدرت إنها توضح عن شخصيتها من خلال أغراضها، واللي طبعا تم احتفاظ بها في المتاحف، وأيضا من خلال الميديا اللي انتقلت في الميديا عن الأشياء اللي سوتها. تمام؟ إذا راح نبدأ نشوف من الأشياء اللي سوتها كليوباترا اللي حابة إن تخلي الناس يشوفون صورتها، إن يشوفون صورة كليوباترا. تمام؟ عندنا هنا أول حاجة relief sculpture in the temple of Hathor at Tindra. فراح نتكلم عن منحوت بارز موجود في معبد هاثر، أو هو أساسا اسمه حتحور، اسمه حتحور أساسا بالعربي في تندرا. فراح نشوف أول حاجة المتح أو القطعة الأثرية هذه، راح نشوفها اللي هي في المعبد عشان تشوفونها، هي أساسا في جدار في المبنى المعبد. عندنا هذه هي اللي هو الريليف سكالبتشر اللي احنا شايفينها. طبعا هذه كليوباترا، طبعا هذا ولدها اللي هو سيزاريان، وطبعا هذول من الحاشيه اللي عندها بعد اللي في الحاشيه الملكيه اللي عندها. تمام؟ راح نشوف او نحاول نقرا ايش يوضح لنا من خلال الريليف سكالبتشر اللي موجود قدامنا. راح نشوف. طيب عندنا هنا this piece of relief sculpture at the temple of Hathor at Tindra then shows Cleopatra embracing the ancient traditions of Egypt. طبعا هذه القطعة من النحت البارز في معبد حتحور في تندرا اللي هي تظهر كليوباترا وهي تحتضن تقاليد مصر القديمة. يعني من خلال الصورة اللي احنا شايفينها بنشوف انها تمثل تقاليد مصر القديمة. تمام؟ راح نعرف السبب ليش احتضنت هذه التقاليد المصرية ولأي غرض ولأي سبب، راح نعرف التفاصيل. So,
She deliberately places herself and her son within this artistic tradition stretching back thousands of years. وطبعا هي بشكل متعمد حطت نفسها وولدها في ضمن هذا التقليد الفني اللي يعود إلى آلاف السنين. تمام؟ So she also displays herself as dutifully providing a link between the divine and the human worlds by wearing a headdress with horns on either side of disc of a disc representing the sun, and she carries a sistrum and net usually associated with the Egyptian goddess Hathor and Isis. طيب هنا من خلال الصورة اللي احنا شفناها من شوي، في ثيم مهم، في ثيم أو موضوع أساسي في الصورة، لأن دائما أي شيء تحفة فنية أو صورة أو لوحة فنية لابد أن يكون لها موضوع أساسي. فهنا يتكلم عن الموضوع الأساسي. إيش الموضوع الأساسي؟ إنها تزود برابطة بين الإله و العالم او العوالم الانسانيه. طبعا كليوباترا هي تعتبر انسان من الانسان، ونفس الشيء ولادة سيزارين من الانسان. تمام؟ لكن من خلال لبسهم او طريقه اللبس اللي شفناها في المنحوت او في المعبد اللي احنا شفناه في الصوره من شوي، ايضا تدل على انها يعني توري نفسها على انها مو بس انسان وايضا من الاله. فهنا بارتدائها للقبعه، طبعا القبعه اللي موجوده في الصوره اللي هي فيها قرون على كل الجهتين طبعا، وفي بعد ديسك اللي هو طبعا مثل يعني شكله كانه مثل الصحن، صحن الديسك اللي تمثل الشمس، وايضا تحمل عندنا سيستروم، عندنا في يدها لو شفناها سيستروم عندها، وعندها بعد النت اللي عندنا بعد العصا اللي احنا شفناها اللي هي طبعا مرتبطه مع الالهه المصريه اللي هي طبعا هي تحاول انها تمثل على انها الالهه المصريه اللي هي حتحور وايسز، حتحور وايسز. فهي يعني قاعدة توري للناس. يعني لو جينا نرجع للصورة نشوف، مثل ما احنا شايفين هذه طبعا اللي تكلمنا الهيد دريس، هذه اللي تكلمنا عنها اللي يعني حابة توري الناس على انها مو بس انسان، ايضا انها تعبر نفسها عن الآلهة اللي هتحور وآيسز. تمام؟ وأيضا اللي شوف الأشياء اللي ماسكتها في يدها هنا وهنا، وأيضا عندنا ولدها نفس الشيء سيزاريان الأشياء اللي ماسكها. فهذه الأشياء اللي هي حابة توضحها. راح نشوف بعد. سيزاريان is placed in the more important position closest to the gods, and he is depicted as fully adult male pharaoh representing him in the timeless fashion of traditional portraits of the pharaohs was a means to establish his legitimacy. فطبعا هنا بنلاحظ سيزاريان على ان انحط في موضع مره مهم قريب من الاله، وطبعا انه مصور او تم تمثيله على انه يعني على انه a fully adult، على انه رجل بالغ من الفراعنه اللي تصوره او تمثله بالطريقه الخالده للصور التقليديه للفراعنه كوسيله لاثبات شرعيته. طب ايش معناته هذا الكلام؟ معناته بما ان الام كوين كليوباترا، فطبعا بالتأكيد اللي من بعدها من اللي حيتولى الحكم ومن اللي حيمسك زمام الأمور، من ما في إلا هو اللي هو سيزاريان. تمام؟
عشان كذا نحط في موضع مرة مهم قريب من اللي تزعم نفسها كليوباترا لأنها من الإله، اللي هي الآيزس وحتحور، وطبعا موضعه اللي يمثل على إنه رجل بالغ من الفراعنة اللي راح يمسك أو اللي يعبر عن التمثيلات التقليدية للفراعنة اللي راح تثبت شرعيته، تثبت شرعيته لأنه حيكون هو الوريث الوحيد للملك على لمصر، تمام؟ So at the same time Cleopatra is also emphasizing her own status and authority as not only a pharaoh but also as the mother of a pharaoh. وطبعا في الوقت نفسه كليوباترا بتأكد مكانتها على ان وسلطتها على انها مو بس فرعونيه، ايضا كأم لفرعون، لأم لفرعون، تمام؟ So in doing so she is not only expresses her adherence to Egypt's past but also uses this past to stress her own authority and legitimacy. So هنا راح نتكلم عن السبب ليش ان هي يعني بتتمسك بتقاليد مصر القديمه. طبعا اذا احنا رجعنا لاصولها او اصول كليوباترا، هي اساسا جايه من الاغريق، تمام؟ وطبعا الاغريق هذول مو من الاغريق هذول اساسا مو من المصريين، طبعا هذول من الاغريق هم اساسا جم واحتلوا مصر، وطبعا كان اولهم اللي هو الكسندر الاكبر اللي غزا مصر وقتها، وحتى هو اللي فتح الاسكندريه وسميت باسمه. فطبعا هذول مو اصولهم من الفراعنه ولا يمد لهم اي صله، لكن عشان يثبتوا شرعيتهم ويعني يثبتوا أمورهم في مصر وفي ملكية مصر، فلا بد إنهم يحترمون عادات وتقاليد المصريين القدامى الفراعنة، ولا بد إنهم يلتزمون ويتبعون هذه التقاليد عشان تثبتهم أو تثبت وجودهم في الحكم في مصر، تمام؟ لأنه أساسا دائما الشعب إذا كان جاء حاكم من بلاد أخرى ومع عادات وتقاليد ما لها أي صلة لتقاليد الشعب، فأكيد أو فبالتالي إنه حيكون شعبها ينفر أو راح يضطهد الحاكم اللي راح يحكم البلد، وراح يسعى بكل جهده على إن يطلع هذا الحاكم الغريب، تمام؟ فعشان كذا هي كليوباترا ذكية، فعلا ذكية، إنها التزمت بالعادات والتقاليد المصرية والفرعونية، وإنها ثبتت يعني ملكيتها على مصر، تمام؟ So لذلك هذا الجملة اللي يتكلم نفس الكلام اللي قلت لكم إياه، إن هي تعبر عن التزامها لماضي مصر، تمام؟ واستخدام الماضي اللي هو ماضي مصر اللي يؤكد على سلطتها وشرعيتها كملكة، تمام؟ أو كملكة لمصر. So therefore it was important for Cleopatra to be seen to respect the traditional ways of her country, but she also knew how to make these traditions work to promote her own designs and ambitions. طبعا نفس الكلام اللي انا قلته من شوي، اني مره مهم لكليوباترا على انها تحترم الطرق التقليديه لبلدها اللي هي مصر، لان هي عارفه ان كيف تخلي ذي التقاليد المصريه والفرعونيه انها تعمل لتعزيز تصميماتها وطموحاتها. وقلنا تصميماتها وطموحاتها اللي هي الملك في مصر، تمام؟ إذا هذا بالنسبة للعمل الأول اللي يثبت عن شخصية أو صورة كليوباترا، تمام؟ عندنا هنا عندنا آخر حاجة من الأشياء اللي أثبتت فيها نفسها أو حبت
توري الناس عن شخصيتها وصورتها اللي هي استخدام العملات المعدنية. عندنا كليوباترا اون كوينز، تمام؟ طبعا من قبل ما أنا أبدأ إني أشرح بالتفاصيل الموجود في صورة الكوينز، راح أوريكم صورة لكن بعد الجملة هذه. عندنا هنا coins circulate in everyday life and hence are seen by more people over a wider geographical area so they were not designed primarily for Egyptian audience. فهنا إيش مكتوب؟ يتم تداول العملات المعدنية في الحياة اليومية. هذا طبعا شيء طبيعي، العملات المعدنية بتتداول كل يوم، تمام؟ وبالتالي يمكن رؤيتها من قبل المزيد من الأشخاص في منطقة جغرافية أوسع، لذلك يتم تصميمها بشكل أساسي للجمهور المصري. طيب الحين العملات هذه اللي مقصود إني في ناس كثير بتتداولها وناس كثير بتستعملها، تمام؟ اللي كليوباترا تعمدت إن هي تحط في مميزات في الصورة اللي حطتها، صورة لنفسها ولأنتوني في العملة اللي توضح من شخصيتها، إن هي كيف من شكلها يوضح شخصية كليوباترا، تمام؟ فطبعا بسبب التداول في مثلا المنطقة الجغرافية في الجمهور، لدى الجمهور المصري، لكن بعد إنها بتتعدى مصر، يعني هذه العملات بعد مو بس في مصر، بتتعدى بعد مناطق أخرى أو بلدان أخرى لجغرافية أو لمساحة جغرافية أوسع، فبكذا بتنشر صورتها للعالم، قاعدة تنشر صورتها للعالم، تمام؟ إذا راح نشوف كيف الصورة اللي صورت فيها في الكوينز. طبعا هذه عندنا، دقيقة، هذه عندنا العملة مثل ما احنا شايفين. هذه طبعا الصورة الأولى، هذه صورة كليوباترا، يعني شوفوا كيف تم نحت صورة كليوباترا، يعني مسوين فيها كاركترستكس اللي هو مميزات اللي تتسم بها شخصية كليوباترا. لاحظنا من خلال العيون، رسمة العيون، الخشم، وعندنا الذقن، وعندنا الرقبة، وعندنا بعد النكلس، يعني كل شكلها يدل على رمز القوة، رمز القوة والثراء في الوقت نفسه. طبعا راح نعرف التفاصيل من خلال الباسج، تمام؟ هذا بالنسبة لصورة كليوباترا، وهذا بالنسبة لحليفها اللي هو أنتوني في الجهة المقابلة للكوين. فطبعا بنلاحظ نفس الشيء، طريقة رسم أو نحت أنتوني بنفس الصفات اللي بتتصف فيها كليوباترا أو طريقة رسم كليوباترا، تمام؟ راح نشوف إيش مكتوب في الباراجراف. عندنا هنا in the images on these coins, however, the portrait of a Hellenistic queen is like a harsh realism. فبنلاحظ إن في الصور اللي في الكوينز، صورة الملكة الهيلينستيكية اللي تعبر عن حقيقتها القاسية، يعني حقيقتها القاسية اللي هي يعني شخصيتها القوية، اللي هي شخصيتها القوية اللي تعبر عن الشخصية القوية، تمام؟ So she doesn't appear youthful. Her neck is thick set and she has a rather unflattering wall of skin under the chin. The nose is prominent and hooked and the eyes are most bulbous. فطبعا لاحظنا في شكل الصورة اللي من شوي كليوباترا ان ما تعبر على انها شابة، يعني ما تعتبر انها شابة، يعني تعتبر شوي كبيرة. بنلاحظ رقبتها
سميكة، تمام؟ يعني هذه كلها ترى تصويرات، يعني مو حقيقة أو واقع شكلها كذا، لا، في تصوير يتم متعمد من أجل إيصال صورة معينة عن الشخصية، عن الكاركتر، تمام؟ فتم تصوير إن رقبتها عريضة، وعندنا بعد الجلد اللي عندنا في الذقن بنشوف إنها غير يعني مو مدورة بشكل متساوي، وعندنا بعد الأنف بارز، وبنشوف على إنه بارز ومعكوف، وبنشوف بعد يعني الأعين مثل ما احنا شايفين على إنها يعني واضحة كذا، يعني بشكل كبير مثل ما احنا شايفين في الصورة. وطبعا هذه كلها بتعبر عن واقعية شخصية كليوباترا، اللي هي تكون شخصية قوية ومذهلة، تمام؟ فهنا in fact nose, jaw and eyes are all look rather exaggerated. فهذا طبعا نفس الكلام اللي أنا قلت لكم إياه من شوي، إني تم تصويرها بشكل مفرط، يعني مو تصوير حقيقي، تمام؟ مو بتصوير حقيقي، لا، يعني يعني أنا أقصد الحقيقي يعني كشكل، يعني شكل كليوباترا. كليوباترا لو شفنا كشكلها، لا، فيها نعومة أكثر من كذا. بنلاحظ على شكل كليوباترا الحقيقي، بنشوف على إن في نعومة أكثر من الصورة المصورة في الكوين، تمام؟ يعني مثلا أنا راح أوريكم إياها الحين بالصورة. يعني مثل ما انتم شايفين هنا في الصورة، بنلاحظ ان طريقة الرسم نفسها، يعني هي اساسا في الواقع مو بالشكل هذا، حتى رقبتها في الواقع مو بالشكل هذا، مو بنفس العرض حق الرقبة، تمام؟ يعني في تصوير يعني مبالغ فيه وغير واقعي من ناحية الشكل، من ناحية الشكل، يعني شوفوا كيف الأنف بارز ومعكوف، وبنشوف أيضا العيون، يعني مو عيون كامرأة مثلا، حتى عندنا الجلد، طريقة الذقن مثل ما شفنا، الرقبة، حتى عندنا بنلاحظ الشيء البارز اللي هنا في الرقبة، هذه كلها بتوضح تم تصوير أساسا عمدا هذا الشيء، عشان أي أحد يشوف الصورة أو صورتها في الكوين يقدر يقرأ الملامح على إنها شخصية قوية، على إنها شخصية قوية، تمام؟ إذن من خلال الكوينز فهي أبرزت صورتها للعالم على إنها شخصية قوية، وأي أحد أو تركت هي انطباع للمشاهد، مو بس عن الشخصية القوية، بعد الحالة الغنية اللي هي فيها من وجود النكلس مثل ما احنا شفنا، ومن بعد قوة، تمام؟ إذا هذا المقصود من الكلام اللي مكتوب. راح نرجع للملخص. تمام؟ So the coin portraits are very much in the Roman style of portraiture, aimed at a realistic or even overly realistic depiction to project powerful and striking individuality. فطبعا الصور اللي في العملة يعني تعتبر يعني بنفس نمط، يعني أكثر يتناسب مع التصوير للنمط الروماني، تمام؟ فطبعا اللي موجهة لهم أو هادفة بطريقة حقيقية أو حقيقية إنها تصور أو يعني تعطيهم انطباع قوي عن شخصيتها، يعني إن هي أساسا صممت هذه الكوينز، يعني صممت
بشكل مخصص اكثر ل بنفس الستايل الروماني، بنفس الستايل الروماني، فهي حابة توري لروما عن شخصيتها القوية وعن غنائها وثراها، تمام. وعندنا أيضا شيء ثاني ملحوظ، شيء ثاني بعد ملحوظ، إن another notable thing about the images on coins is Cleopatra's jewelry impresses on the viewer the wealthy status of the subject and hence serves to reinforce the projection of power in this image. وأيضا شيء ثاني اللي ملحوظ اللي في الصور على العملات المعدنية هو إن مجوهرات كليوباترا تترك انطباعا للمشاهد عن الحالة الغنية، وبالتالي تعمل على تعزيز إبراز القوة في هذه الصورة. يعني شفتوا كيف، مثل ما قلت لكم نفس الشرح اللي شرحت لكم اياه في الصورة، انه لاحظنا الشكل اللي رسمينا حق كليوباترا، التصوير المفرط، وايضا الجواهر اللي حابة تعطي انطباع لاي مشاهد يشوف اللي في الكوينز عن قوة شخصيتها وعن ثرائها، وهي طبعا حابة تثبت اكثر للجمهور الروماني عن قوة شخصيتها وثرائها، تمام. So, on the other side of each of these coins is an image of Mark Antony, similarly depicted in a veristic style, suggests a natural symmetry and resemblance between Cleopatra's and Mark Antony's figures, which mirrors their political and personal alliance. فطبعا بنلاحظ في الجهة الأخرى طبعا مارك أنتوني، فتم تصويره بنفس طريقة تصوير كليوباترا وبنفس الستايل اللي طبعا تمثل اللي هي تمثل يكون في تناظر وطبعا تناسق وتشابه طبيعي بين شخصيات كليوباترا ومارك أنتوني، مما يعكس تحالفهما السياسي والشخصي. يعني هو يعكس في هذه الصور عن التحالف اللي بينهم، تحالف السياسي والشخصي، تمام. So these particular coins then represent an image of Cleopatra that was perhaps primarily intended for the audience of the Roman Empire. وطبعا هذه العملات على وجه الخصوص هي تصور صورة كليوباترا على إنها يعني تم تصويرها بشكل أساسي لأي جمهور للجمهور إمبراطورية أو الإمبراطورية الرومانية. مثل ما قلت لكم إياها من شوي، هي حبت تتحدى الرومانيين وحبت إنها تثبت صورتها قدام الجمهور للإمبراطورية الرومانية. So, on them she is depicted as a strong and forceful leader, a natural female counterpart to the Roman general Mark Antony, and a figure worthy of alliance with Rome and of ruling with Rome. طيب إيش الهدف من تصويرها وإنها إن الجمهور الروماني يشوفها؟ إيش الهدف، هدف كليوباترا؟ إنها تم تصويرها على إنها زعيمة قوية ونظيرة للجرنال، نظيرة للجرنال الروماني مارك أنتوني، وشخصية جديرة بالتحالف مع روما والحكم مع روما. إذا هذا الهدف اللي قاعدة تسعى له كليوباترا، إنها توصل صورتها على العملات المعدنية إن يشوفون الجمهور الروماني أو في إمبراطورية الرومان، إن تورينهم إن هي قوية، إنها زعيمة قوية، وإنها مؤهلة أو لا، يعني
انها نظيره بعد لي يعني في التحالف، انها مؤهله في التحالف مع مارك انتوني اللي هو الجنرال الروماني، وانها قادره على انها تتحالف مع، او انها جديره انها بالتحالف مع روما، لان طبعا روما هي شايفه نفسها على انها شيء كبير، وانها قويه، وانها لها ثقافه عاليه، وطبعا تشوف مصر على انها ثقافه اقل شانا من روما، فلذلك حبت تتحدى كليوباترا الرومانيين وتثبت جدارتها وتثبت ثقافتها العاليه، انها مؤهله انها تكون بنفس درجه روما، وايضا الحكم مع روما، وطبعا هذا كله عشان تتحد لقوة اللي هي في البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط. تمام، إذا كذا احنا خلصنا من محاضرة كيلوباترا، اتكلمنا عن نقاط عديدة اللي تخص صورة كليوباترا. يعني لو ركزنا على الثيم المهم في كليوباترا، هو ثيم صورة كليوباترا، وكيف تم تشويش أو كم تم تغيير صورة كليوباترا، وكيف إن سوأوا سمعتها من خلال المصادر الرومانية الملفقة. وطبعا اتعرفنا على دافع روما إنها تلفق بحقيقة كليوباترا. تمام، وأيضا كليوباترا كيف إنها دافعت عن نفسها من خلال الأعمال الفنية اللي سوتها في عصرها، لأنها كانت تفتقر إلى كتاب ومؤرخين تاريخيين مصريين ينقلوا لها عن حقيقة شخصية وتاريخ كليوباترا. That's it. هذا بالنسبة لي الملخص. طبعا أنا أعطيتكم الملخص الشامل للشابتر. تمام، لأن في الكتاب إذا أنتم لاحظتوا يعني أغلب المعلومات مكررة، وفي أشياء يعني irrelevant، وفي أشياء يعني وفيها خربطة وفيها معلومات متناثرة، فطبعا أنا سويت لكم إياها بطريقة مرتبة وصنفت لكم المعلومات وتكون جاهزة ومقسمة لكل main points. يعني أنا قسمت لكم لكل main points. تمام، هذا بالنسبة للملخص، ف طبعا تكونوا تدرسون منه، وراح أوريكم بعد شوي، راح أوريكم كيف نحل الأسئلة وكيف طريقة الكتابة لمقالة الـ AA100. طبعا هذا الملف الثاني اللي هو حلول أسئلة أو نماذج الامتحانات. تمام، طبعا في هذا الملف راح أشرح لكم الحلول لهذه الأسئلة، وطبعا من وين خذينا الإجابات، وطبعا الإجابات بنكون خذيناها من الملخص الأساسي اللي كنت شرحت لكم إياه من شوي. تمام، راح نبدأ أول شيء بأول سؤال. وإيش يقول هنا أول سؤال؟ يقول It is possible to argue that Cleopatra was a victim of misrepresentation which affected her reputation negatively through the historical documents mainly by Roman sources which perceived her in an unconstructive light. What do these sources say and to what extent can we take them as credible? طيب إيش معنى الكلام هذا؟ طبعا كليوباترا كانت ضحية بسبب تصويرها بشكل سلبي من خلال المستندات التاريخية اللي كان مصدرها الأساسي أو معلوماتها الأساسية من المصادر الرومانية. وطبعا احنا خذينا المصادر الرومانية عندنا ثلاث مصادر،
عندنا كاسيوس ديو، وعندنا بلوتار، وعندنا اللي هو هورس اللي هو الشعر حقه هورس طبعا، which perceived her in unconstructed life. وبعدين بيقول انه هذه المصادر هي اللي شوهت سمعة أو صورة كليوباترا. ويسأل إني هل إن إحنا نصدق هذه المصادر اللي تكلمت عن كليوباترا إيه ولا لا؟ تمام؟ وهذا كله شرحناه في المحاضرة الماضية، وراح أعلمكم إيش الطريقة أو طريقة كتابة الإسي. تمام؟ عندنا هنا في سؤال ثاني مكتوب: Much of what has reached us on Cleopatra came from Roman sources, referring to such writings that you have encountered in the unit on Cleopatra. Discuss how reliable or unreliable ancient historians and sources are. السؤال هنا نفس السؤال اللي قبله، بس سووا إعادة صياغة للسؤال، فلازم تعرفون مهمة جدا دائما في عند امتحاناتكم في هذه المادة، مو شرط يجيبوا لكم نفس السؤال بالضبط، مو شرط يجيبوا لكم، ممكن يجيبوا لكم بمعنى آخر أو بصيغة، سوري، بصيغة أخرى، لكن المعنى واحد والمقصد واحد. إذن هنا نفس الشيء، يتكلم عن المصادر الرومانية اللي اتكلمت عن كليوباترا. تمام؟ وطبعا نتكلم عن إذا كانت من ناحية صحتها، أو إذا كانت غير أو تعتبر إنها موثوقة أو غير موثوقة هذه المصادر، نفس الشيء. وعندنا هنا نفس الشيء: discuss how Cleopatra reputation can be seen as a product of misrepresentation in your treatment. Highlight the role of her contemporaries, friends or foes, and those who wrote about her in later years in constructing her inaccurate reputation. طبعا نفس الشيء السؤال هنا، فكل هذول الثلاث أسئلة كلها نفس المعنى، كلها نفس المعنى، فبالتالي بيكون نمط الإجابة واحدة، نمط الإجابة حتكون واحدة. تمام؟ طيب، هذا بالنسبة للأسئلة. طبعا عشان أول مادة راح تاخذونها اللي هي مادة 8 ساعات، ما حتكون إجابتكم short answer أو إجابة مختصرة أو إجابة مباشرة، لا، أنتم راح تكتبون essay، راح تكتبون الإجابة على شكل essay. طبعا أنتم خذيتوا طريقة كتابة الإسي في 117 أو كورس المادة 117. تمام؟ طبعا بالنسبة لكتابة الإسي، مو شرط إنكم تكتبون الإجابة كلها، مو شرط، ممكن تكتبون ثلاثة أرباع الإجابة، أو ممكن تقريبا نص الإجابة، طبعا على حسب توزيع الدرجات، وفي الوقت نفسه على حسب الوقت اللي متاح لكم في وقت الامتحان. تمام؟ فعشان كذا ميزة الإسي نقدر ناخذ راحتنا في التعبير وفي الكتابة، يعني مو بشرط ان نكون مقيدين بنمط معين للإجابة أو الكتابة، لا، ممكن ان احنا ننسق المعلومات بطريقتنا في كتابتنا للإسي. تمام؟ إذا هذا بشكل عام عن كتابة الإسي. طبعا لازم تعرفون السؤال عن إيش يتكلم، ولازم تعرفون إيش الإجابة المطلوبة، وبناء على الإجابة المطلوبة تكتبونها في الإسي. فانتبهوا إنكم تكتبون إجابة ما لها علاقة بالمطلوب في السؤال. إذا أنتم كتبتوا هذا الشيء، معناته إنكم أنتم مو فاهمين المادة، وتثبتون للدكتور اللي صحح لكم الورقة إنكم مو فاهمين أو ضايعين، فبالتالي طبعا ينقص كثير من درجاتكم. فانتبهوا من هذه النقطة، لازم تكونوا تعرفون كل الكلام المهم اللي في الملخص، أو سواء في الملخص أو إذا كنتوا تدرسون من الكتاب، فلازم تحددون المين فوكس بوينت اللي راح تدرسون منها، لأن بناء على المين فوكس بوينت راح تقدرون تفهمون الكلام المهم، لأن كل شابتر له ثيم
معين او ثيم مهم او ثيم اساسي اللي هو موضوع اساسي يتكلم عنه الشابتر، فاحنا لازم to follow the main theme، يعني لابد ان احنا نتبع الثيم الاساسي للشابتر. تمام، راح نشوف هنا من ناحية التطبيق. فطبعا اول حاجة من قبل ما نكتب الإساي على طول لابد ان احنا نكتب عن الإجابات المحتملة لهذا السؤال. تمام، مثلا أنا راح أمثل لكم الإجابة اللي حتكون طبعا يعني بس كتذكير، يعني أو ممكن تسوون مثل الماب زي كذا. فعندنا طبعا بما أنه يتكلم عن المصادر الرومانية عندنا 3 مصادر رومانية، وطبعا إحنا درسناها المصادر الرومانية عندنا طبعا من اللي عندنا في بلوتارخ، عندنا بلوتارخ وعندنا كاسيوس ديو، وعندنا المصدر الثالث اللي هو طبعا حق هورس. إذا هذول 3 أهم المصادر اللي تكلمت عنها في المصادر الرومانية. تمام؟ إذا عرفنا إن الإجابة المطلوبة عن هذول الثلاث، عن هذول الثلاث المؤرخين أو الكتاب المشهورين الرومانيين. تمام؟ فطبعا بما أنهم كتبوا عن كليوباترا فطبعا يتكلموا بصورة سيئة عنها، اتكلموا بصورة سيئة عنها، فراح نتكلم في ايش قالوا عن كليوباترا، ايش كتبوا عنها، وبعدين نقيم اذا هذه المصادر تعتبر موثوق فيها او نتخذ هذه المصادر ولا نعتبرها يعني unreliable، يعني غير موثوق في هذه المصادر. تمام، إذا عرفنا إيش الأشياء اللي راح نكتب عنها. تمام، وبعدين نتكلم عن نتكلم the reliable reliable or unreliable. sources. إذا هذه الأشياء بعد الشيئين اللي راح نكتبها في مقالاتنا، راح نكتبها في مقالاتنا. إذا عرفنا التراك الصحيح عن إيش حنكتب في مقالتنا. تمام، هذا مهم جدا إنكم تحددون إيش نوع المعلومات اللي طبعا راح تاخذونها من المين فوكس بوينت اللي في الملخص، راح تاخذون من المعلومات الأساسية أو النقاط الأساسية اللي تكلمنا عنها في الملخص، وبناء عليه راح نكتب الإساي. تمام، طبعا عندنا هذا الإساي، هذا قدامنا عندنا الإساي. أول حاجة راح نكتب اللي هو المين تايتل، عندنا راح نكتب المين تايتل اللي هي the destructive Roman sources about Cleopatra's reputation. طبعا المين تايتل حيكون لكم it's up to you، يعني باختياركم انتم على حسب ما تبون تتكلمون عن التايتل اللي هو the main title of the essay، على حسب ترتيبكم للمعلومات او الاشياء اللي انتم راح تكتبونها. تمام، فطبعا انا كتبت عن ان المصادر الرومانيه المدمره حول شهره كليوباترا، حول شهره كليوباترا، لان هذا الاجابه اللي راح نتكلم عنها، وبما ان المصادر الرومانيه اختصت بصوره وشهره كليوباترا. تمام، طيب وبعدين راح ننتقل للانترودكشن. أهم شيء ركزوا معي في هذه النقطة لأن كثير يغلط فيها. تمام، أنا كيف أكتب introduction
لمواد 8 ساعات، خصوصا مادة الدبل اي 100. كيف؟ ركزوا معي. أول حاجة من قبل ما أبدأ في الانترودكشن، يعني مثلا دائما يتكلمون لا عادي ممكن نكتب انترودكشن عن كليوباترا، عن مثلا بطولاتها، عن مثلا عن إنجازاتها، عن يعني مثلا يتكلمون مثلا عن كليوباترا لحالها، تمام؟ لا، كذا بهذه الطريقة غلط، مو طريقة الانترودكشن بهذا الشكل. الشكل الصحيح للانترودكشن عشان تعرفون تسوونه صح، أول حاجة راح تشوفون السؤال. أول حاجة راح تشوفون السؤال، إيش المعلومات اللي راح تحتويها مقالتنا؟ إيش هي المعلومات؟ المعلومات اللي حتكون عن اللي هو رومان سورسز. رومان سورسز يعني المصادر الرومانية، اتركزت على المصادر الرومانية. طيب معناته إيش راح أكتب في الانترودكشن حقي أو المقدمة حقتي؟ راح أتكلم عن كليوباترا، تمام؟ راح أتكلم عن كليوباترا في يعني شخصية عامة، لكن هي ارتبطت بالرومان سورسز، ارتبطت بالرومان سورسز، وارتبطت بالكلام اللي كتبوا عنه أو عن الشخصيات اللي اتكلموا عنها، لو أنتوني، جوليوس سيزر، عندنا من هم الأبطال اللي في روما، فأي شيء له علاقة بكليوباترا نفسها. فأنا كذا راح أمشي بالطريق الصحيح لكتابة الانترودكشن، تمام؟ راح نشوف الانترودكشن اللي أنا كاتبته طبعا بطريقتي، تمام؟ وطبعا it's preferable، يعني يكون من الأفضل إنكم كل واحدة أو كل واحد يكتب طريقته في الانترودكشن، تمام؟ فأول حاجة تكلمنا هنا كليوباترا status as a famous historical figure in the Western tradition depends precisely upon her role in the bitter struggles in Roman history in the first century BCE. فهذا بعد يعني بشكل عام من كليوباترا، لكن ارتبطت شخصيتها التاريخية في التقليد الغربي. التقليد الغربي يعني احنا دحين بنتكلم عن مدخل الكلام اللي موجود في الرومان سورسز، لان الرومان سورسز هو بعيد البعد عن مصر، يعني مصر وين وروما وين، لكن كليوباترا قدرت انها تتصل بروما وصار لها صيت قوي عند روما. فعشان كذا لازم اكتب في الانترودكشن بهذا الشكل، يكون أهم شيء الانترودكشن له علاقة بإجابة السؤال، تمام؟ فأنا بس أعطيكم مثل وبتشوفين بتشوفون. فطبعا هي ارتبطت بدورها بالصراعات المريرة اللي في التاريخ الروماني في القرن الأول، تمام؟ So her fatal interaction though with such prominent figures in Roman history as Julius Caesar, Mark Antony, and Octavian, and her various roles as the lover, ally, and bitter enemy of these men have served to define her in the Western tradition. فأنا الحين قاعدة أشرح أكثر بالتفصيل عن الجملة اللي قبلها. وطبعا لو لاحظتوا وركزتوا زين إن الكلام اللي موجود هنا موجود في المصادر الرومانية، يعني له علاقة الكلام اللي فيه بالمصادر الرومانية. إذا أنا في الانترودكشن حقي ما طلعت من برا موضوع السؤال، بالعكس الانترودكشن كان من ضمن مواضيع اللي تتكلم عنها الرومان سورسز. واضحة ذا الحين؟ إذا فسرنا أكثر عن ارتباطها مع جوليوس سيزر، وعندنا مارك أنتوني وأكتيفيان اللي موجود في المصادر الرومانية، وطبعا جت بعدة أدوار اللي هي دور عشيقة وألي، وعندنا بيتر إنيمي فعلا، لأن انكتب هذا الكلام كله في هذه المصادر وحنا شرحناها. لوفر اتكلم عنها بلوتارخ على إنه أنتوني حب أو أغرتها كليوباترا وصار يحبها، وعندنا ألي
كحليفة لهذول الشخصيات الكبيرة في روما، وأيضا كعدو لدود اللي تكلم عنها هورس في شعره عن إنها عدو للولاية الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية. تمام؟ إذا هذا اللي ساعدها في إنها تعرف عن نفسها في التقليد الغربي. تمام؟ بعدين راح نبدأ آخر شيء بالثيسس ستيتمنت. الثيسس ستيتمنت لازم تركزون في هذا الشيء، طبعا انتم اخذتوه هذا في 117 بس إعادة عشان المادة هذه جديدة عليكم. فعندنا هنا الثيسس ستيتمنت لابد ان يكون الكلام او كعنوان لكل الكلام اللي راح اكتبه في البادي، راح العنوان لكل الكلام اللي في البادي. إذا عنوان يعني إيش اللي راح أكتبه في إجابتي؟ إيش عناوين الباراجرافز اللي راح أكتبها في الباديز؟ واضحة؟ تمام. إذا عندنا هنا thesis statement: there are Roman sources such as Plutarch's account and Horace's poem which meant to distort the actual image of Cleopatra. إذا هذا الكلام اللي أنا راح أكتبه في الباديز. طبعا أنا تكلمت بس عن بلوتار وهورس، ممكن بعد أكتب معهم كاسيوس ديو، it's okay عادي. فهو بيعتمد على حسب المعلومات اللي راح تستخدمونها في الإسي. أهم حاجة إن تكون إجابتكم بالمطلوب من السؤال، لا تطلعون برا المطلوب من السؤال، لأنه لو طلعتوا من برا المطلوب من السؤال معناته إنكم يعني مو فاهمين السؤال ولا فاهمين الشابتر ولا فاهمين أي شيء، فانتبهوا في ذا النقطة. تمام؟ إذا حنا خلصنا دحين من المين تايتل، وخلصنا اللي هي الانترودكشن وكيف نكتب الانترودكشن، وراح أعيد أهم شيء الانترودكشن يكون له علاقة بالإجابة اللي راح أكتبها في السؤال. تمام؟ That's it. طيب راح نبدأ بعدين نكتب في الباديز. راح نكتب عن بلوتارخ: Life of Antony is the principal ancient source for the events surrounding Antony, Cleopatra and Octavian. طبعا أنا شرحت التفاصيل كلها كامل في المحاضرات الماضية عن المصادر هذه، بس أنا راح أقول لكم إيش الإجابة اللي راح تكتبون للسؤال هذا. طبعا عندنا نتكلم عن بلوتارخ، نتكلم من ناحية كيف تأثير كيلوباترا على أنتوني، إن كيف أغرته، وإن هو غير مو قادر إن يقاوم إغراءها، وطريقة الجذب اللي هي تستخدمه، وإنه فقد قواه العقلية وحس المسؤولية. فهذا الجانب الأول من اللي اتكلم عنه بلوتارخ، وأيضا عن الميتينج اللي هي بين كليوباترا أند أنتوني، طبعا اتكلمنا عنها اللي هي المقابلة بين كليوباترا وأنتوني، وإني قدرت بطريقتها وحتى طريقة عرضها للكرو أو الطاقم النسائي والزخارف وهذه الأشياء، فجذبت أنتوني وحتى نسى مكانته أو المكانة العالية في روما، ونزل إلى مكانة كليوباترا وصار مذلول لكليوباترا بسبب طريقة جذبها له. تمام؟ وأيضا عندنا بلوتارخ اتكلم عن يعني إحنا دحين بنتكلم عن كتابة بلوتارخ اللي اتكلم عن إغراء كليوباترا، فطبعا هو واضح ان في عداء لكليوباترا بالدليل انه لفق كل تصرفاتها، يعني قاعد يتكلم من وجهة نظره وما يتكلم من وجهة نظر الحقيقة، لانه اساسا لو رجعنا للواقع ان كليوباترا لها هدف قوي جدا انها تسوي هذا كله عشان التحالف، من اجل التحالف، لكن بلوتارخ فسرها بشيء ثاني وبصورة سيئة شوه فيها صورة كليوباترا، لذلك احنا نشوفها انها مو من المصادر
اللي موثوق فيه او نعتمد عليها في كلام بلوتارخ عن كليوباترا. تمام. عندنا هنا بنتكلم بعدين عن هورس، عن الشعر اللي اتكلم فيها عن كليوباترا، وان كيف صورها، انه صورها على انها ماد وكريز، وايضا تكلم عن الطاقم اللي معها اللي هم كلهم مرضى او مصابين بعدوى الرذيله. وايضا نتكلم عن رأيي ان البويم هذا ما كان في وقت الحدث اللي صار، لكن كتبها بعد فتره طويله، فتره طويله من ال مو بفترة طويلة يعني، بعدها بفترة، لكن هو تناقل المشاعر اللي كانوا يشعرون فيها الرومانيين في الشعر اللي كتبه. تمام. إذا هذه الإجابة بشكل يعني كامل، ومثل ما قلت لكم تقدرون تضيفون عليها كاسيوس ديو. وطبعا كاسيوس ديو اتكلم عن الخطاب أوكتيفيان عن مصر، وعن عن العداوة اللي بينهم. وطبعا اكتشفنا بعدين انه كاسيوس ديو من المصادر الغير موثوق فيها او غير معتمدة، لانه كان بيخترع الاحداث والكلام مثل المسرحية او الرواية. تمام. بعدين اخر حاجة راح نكتب اللي هو الكونكلوجن، راح نكتب الكونكلوجن. بعدين نكتب all in all، طبعا لازم نكتب هذه to conclude and conclusion all in all على حسب انتم خذيتوها طبعا. بعدين نقول كليوباترا could succeeded could succeed in defining herself in the western tradition. طبعا نجحت في تعريف نفسها في التقليد الغربي، لذا بلوتارخ and هوريس describe the image of Cleopatra through their writings. وطبعا بلوتارخ وهوريس وصفوا صورة كليوباترا من خلال كتاباتهم. So these Roman sources were telling the actual events surrounding Cleopatra, although they were presenting her negatively as a manipulator, a mad queen, quick witch, and destructive sexual predator. فهذه كل الوصف اللي وصفوه عن كليوباترا أو الإيمج اللي تكلموا عنها. وبعدين يقول these Roman historians were putting a spin on her actions, therefore we cannot consider them as a reliable sources because we didn't trust. وطبعا آخر شيء راح أتكلم عن التعليق حقي، إن هي أساسا هذه كلها تلفيقات، فلذلك حنا ما نعتمد هذه المصادر، لأننا حنا ما يعني ما هو واثقين فيها أو ما نصدقها أساسا. تمام. عندنا هنا نفس الشيء، طريقة الكونكلوجن بيكون اختصار لكل الكلام اللي مكتوب في البوديز، كل الكلام اللي مكتوب في البوديز، وأيضا جملة من الانترودكشن بيكون بس جملة واحدة. تمام. عندنا هنا مثلا الجملة الأولى هنا طبعا اللي هو من الانترودكشن طبعا بشكل مختصر جدا. وبعدين نتكلم عن الكلام اللي في الجملة هذه، راح نتكلم عن الاختصار لكل الكلام اللي في البادي بشكل مبسط جدا، وأيضا تعيدوا صياغتها. تمام. وبعدين آخر شيء نتكلم عن رأينا، رأينا عن الكلام اللي كتبناه في المقالة. واضحة؟ إذا هذه عندنا طريقة كتابة الإساي بهذا الشكل. تمام. وطبعا مو بالضرورة انكم تكتبون كل المعلومات هذا بالحرف، لا مو شرط، يعني عادي ممكن تختصرون بطريقتكم. وطبعا في النهاية انتم راح تكتبونها باسلوبكم، يفضل انكم تكتبون باسلوبكم، وراح اعلمكم بعد يعني طريقة مذاكرة المادة هذه بشكل مبسط، يعني يكون يتسهل عليكم في المذاكرة وطريقة الكتابة. تمام؟ طيب هذا بالنسبة لجواب السؤال
الأول، تمام؟ طيب الحين عرفنا كيف نكتب الإساي، فلازم نعرف السؤال عن إيش يتكلم، تمام؟ وبعدين نجاوب على حسب المطلوب من السؤال، تمام؟ طيب أنا دائما عندي طلاب كانوا يسوون هذه الحركة، يعني أنا ألاحظها مثلا، إني ما نبغى ندرس من الملخص، ما نبغى ندرس مثلا من الكتاب، ما نبغى، إيش يسوون؟ يكتبون السي موحد، يكتبون السي موحد، يكون فيه كل المعلومات المهمة في الشابتر، تمام؟ ويحفظونها السي واحد، وأي سؤال نشوفه في الامتحان، ما سواء نعرف إيش يبغى، إيش معناته، إيش المقصد، whatever، طبعا we don't care، يعني ما يهتموا، تمام؟ فيكتبونه. طيب هذا يعتبر، أو أنا أسميها this is the biggest mistake، يعني هذه الخطيئة الكبيرة أو الغلط الكبير اللي أنتم قاعدين تسوونه. ليش؟ لأنكم بتضيفون أجوبة إضافية أو كلام إضافي غير مشمول في المطلوب في السؤال، يعني غير شامل الإجابة المطلوبة في السؤال، يعني بيكون في إجابات نقول عليه irrelevant، يعني ما لها أي صلة بالمطلوب من السؤال. فلذلك الدكتور لما يجي يصحح الورقة ويشوف إن في معلومات كثيرة مكتوبة ومنها ما لها علاقة بالسؤال ومنها لها علاقة في السؤال، على طول يفهم الدكتور إن الطالب اللي قدامه هذا مو فاهم ولا شيء، ولا استفاد من الجولز أو الأهداف اللي المفروض يتبعها في المادة هذه، أو اللي يحصلها من المادة هذه. فلذلك للأسف الشديد في منهم درجاتهم مرة تكون نازلة، ومنهم ما يعدي المادة. فانتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا كثير، انتبهوا تسوون الغلط الكبير إنكم تكتبون مقالة واحدة لشابتر واحد وتحفظونه مثل ما هي، وعلى أي سؤال أنتم تحصلونه على طول تحلونه. لا، هذا غلط. حاولوا افهموا السؤال إيش يبغى، وطبعا أساسا بيكون راح تعرفون أساسا المطلوب من السؤال بناء على دراستكم كويس في الشابتر أو الملخص اللي أنا سويت لكم، وطبعا حطيت لكم اللي هو المين فوكس بوينتس، اللي هي طبعا النقاط المهمة اللي خذيتها من الشابتر، تمام؟ وطبعا المين فوكس بوينت هي اللي راح تركزون عليها أكثر شيء، لأنه اللي راح تستندون منها لإجابتكم للأسئلة، تمام؟ إذا هذا بالنسبة لطريقة كتابة الإساي. وطبعا في ملاحظة مهمة جدا، إذا حنا شفنا طريقة الإجابة فجبناها الإجابة مباشرة من الملخص، على طول الإجابة مباشرة من الملخص. طيب مو معناته إنه يعني طبعا على حسب، يعني إذا كتابة من الكتابة تكون من الكتاب أو بأسلوبكم، هي أساسا ملخص معتمد على نفس أسلوب الكتاب، فطبعا انكم ممكن تكتبونه باسلوبكم او في تغيير شوي وات ايفر، بس اللي حابه اوصل النقطه المهمه انه الاجابه بتكون مباشره من، سواء من الكتاب او من الملخص، بتكون الاجابه مباشره، يعني ما يكون فيها اي اضافات من عندكم. ايش معناته هذا الكلام؟ معناته ان هذه الماده ما يتطلب منكم انكم تحللون، ما في عندكم انكم تحللون او تكتبون من فهمكم او من ذهنكم، لا، يعني المعلومات موجوده في الكتاب، المعلومات موجوده، راح تستخدمون المعلومات مباشره من الكتاب بدون اي اضافات خارجيه من المنهج، لانه الكورسات الثانيه او الليفلات الاعلى من هذا الليفل في الكورس بيكون يتطلب منكم تحليل، وراح تستخدمون مثلا التحليل من الفيديو او من الرواية او من الافلام، يعني مو شرط يكون موجود في الكتاب،
يعني هذا بالنسبة للمواد الثانية، المواد اللي هي الليفل حقها أكثر. عشان كذا ليش حطوا 100 اللي هي 100 في الرمز المادة، لأنه يدل على إنه المستوى الأول من المادة، المستوى الأول من المادة وليس مستوى اللغة. انتبهوا في ذا الشيء، أنا تكلمت عنها في المحاضرة الأولى. فعشان كذا احنا طبقنا فعليا انه الاجوبه هذه لو شفتوها في الملف عندكم ان هي نفسها اساسا في الملخص بدون اي اضافات خارجيه من المنهج. فعشان كذا الماده هذه ميزتها ان اجوبتها موجوده من الكتاب، سواء من الكتاب او من الملخص، وما في شيء او معلومات خارجيه راح تحتاجونها. تمام؟ اذا هذا بالنسبة للسؤال الأول. راح نشوف السؤال الثاني. نقول the image most people have of Cleopatra comes from her depiction in movies, mainly those produced in Hollywood. Most of us are more than satisfied with that image and are willing to adopt it. However, a critical examination of past events, of piecing things together, and of reference to primary sources is most likely to shatter that image of Cleopatra. What do the primary sources tell us that Hollywood fails to or refuses to tell us? So, عندنا هذا السؤال يتكلم عن الموفي اللي هو هوليوود موفي، تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، وطبعا تكلمنا على انه ما ينفع او ما يصلح ان نتبع يعني او ناخذه على انه مصدر موثوق للتاريخ او تاريخ كليوباترا. وطبعا راح نشير إلى البرايمري سورسز. طبعا في جدل كثير بين اللي يدرسون المادة، أو إني في بعض الكتابات يتكلمون عن البرايمري سورسز. دائما بتصير خربطة مع الطلبة، إيش هو البرايمري سورسز واللي السكندري سورسز. فهذه مهمة جدا. البرايمري سورسز اللي بيكون أشخاص كتبوها، وطبعا هم اللي أول ناس عرفوا الأحداث، أول ناس عرفوا الأحداث، يعني تعتبر الكتابة الأولى لهم، تعتبر الكتابة الأولى لهم، أو من خلال الأشياء، يعني مو شرط تكون كتابات، ممكن تكون أشياء مادية أو دلائل مادية بتكون صارت أو حدثت في فترة الشخصية التاريخية. تمام؟ إذا هذا primary sources يكون أول شخص كتب الأحداث اللي دارت حوالين مثلا كليوباترا. تمام؟ وغالبا هذول الناس بيكون قريبين جدا من فترة الحدث، بيكون قريبين جدا من فترة الحدث. تمام؟ طيب، فهنا السؤال الثاني، طبعا هنا بنفس المطلوب لكن بصيغة أخرى. Much of what we know about Cleopatra comes from her depiction in movies. Is what we know about her confirmed by primary sources? Discuss why or why not. طبعا نفس الشيء depiction in her movies اللي هي هوليوود موفي. تمام؟ وطبعا عرفنا أكثر أو عرفنا تفاصيل أكثر دقة عن كليوباترا من خلال primary sources اللي هي المصادر الأولية. وطبعا ناقش لماذا ولم لا. تمام؟ هنا طبعا سؤالين بس نفس الصيغة. طيب راح أتكلم عن الإجابة. أنا حطيت لكم الإجابة المباشرة، وعندنا هنا الانترودكشن، هذا طبعا الانترودكشن. طبعا أهم حاجة إن احنا نتكلم الانترودكشن نفس ما قلت لكم يكون له علاقة بإجابة أو المطلوب من السؤال. تمام؟ أهم شيء يكون له علاقة بالمطلوب من السؤال. تمام؟ Cleopatra is probably one of the most recognized figures from ancient world. طب اتكلمنا بصفة عامة عن كليوباترا، إنها من يعني تعتبر من إحدى الشخصيات المعروفة أكثر في من العالم القديم. تمام؟ بعدين راح نتكلم
What is often lost in the modern Cleopatra story is an accurate understanding of the real historical figure. طبعا راح نتكلم عن المعلومات التاريخية الدقيقة عن شخصية كليوباترا، أو شخصية كليوباترا الحقيقية والتاريخية اللي مفقودة في زمننا الحديث، وطبعا تم التلاعب فيها من قبل هوليوود موفي. تمام، هنا legend that surround her have identity to obscure and distort the actual Cleopatra of history. وطبعا الأساطير اللي يعني اللي انحاطت يعني حوالين كليوباترا أو بشأن أو حول كليوباترا، فطبعا كانت لها ميول إنها تتشوه، وإنها يعني يصير في تشوه وتضليل لتاريخ كليوباترا الحقيقي. تمام، فهذه بسبب الأساطير اللي انتشرت يعني حوالين كليوباترا. So we shall move across time from 20th century to the first century CE looking at a wide variety of evidence from movies, histories, coinage and sculpture. تمام، طيب طبعا اتكلمت يعني اذا تقدروا عليه، طبعا هذا افضل عشان تاخذون علامات كويسه، ان يكون الانترودكشن له علاقه بالاجابه، بما انه بنتكلم عن الهوليوود ونتكلم عن الكريتيكال اكزامينيشن اوف باست ايفنتس. تمام، نتكلم عن الاحداث اللي تم تشويهها طبعا في عن كليوباترا في الماضي، اللي صار لها في الماضي، وطبعا الصورة اللي and are willing to adopted، وطبعا لأنه بسبب هوليوود وبسبب تشتيت أو التحريف في بعض حقائق عن تاريخ كليوباترا. وبعدين نتكلم عن ال primary sources اللي هي طبعا اتكلمنا عنها المصادر الأولية. تمام، إذا في ال introduction، فإذا نتكلم لازم نتكلم يكون له علاقة أو يؤدي إلى إجابة السؤال أو له علاقة بإجابة السؤال. فعندنا هنا تكلمنا عن كليوباترا تمام بشكل عام، وبعدين تكلمنا عن حقيقة كليوباترا اللي بسبب إنها ضاعت في الحاضر بسبب طبعا هوليوود موفي اللي طبعا غير من بعض حقائق كليوباترا وسوى عليها تغيير، وكان قصده أساسا إنه يأثر في أو يناسب جمهور الزمن الحديث اللي هو قرن العشرين. فلذلك اتكلمنا عن إن احنا لازم ننتقل من القرن العشرين أو إلى القرن الأول بالنظر إلى العديد من الدلائل اللي طبعا موجودة في الموفيز اللي هي تكلمنا عن هوليوود موفي، وعندنا اللي هي هوستوريز، وعندنا اللي هي الكوينج، وعندنا هنا السكالبتشر. إذا اتكلمنا في الثيس ستيتمنت عن المواضيع اللي راح نكتبها أو العناوين اللي راح نكتبها في المواضيع الباديز. تمام، طيب أول حاجة راح نكتب there are problems associated with the relationship between the Hollywood movie and the past of how the conventions of certain types of film tend to present the past in their own terms and how contemporary concern can color our perception. طبعا في هنا المقطع راح نكتب عن الهوليوود موفي، لأن بإجابة السؤال هنا إن ما مدى يعني ما مدى المعلومات أو صحة المعلومات اللي عرضتها في فيلم هوليوود عن كليوباترا. تمام، وطبعا اكتشفنا إن أساسا الدايركتور هو أساسا غير في بعض المعلومات وحرف فيها، عشان كذا بنلاحظ في صعوبة بين أو في عقبات
بين بين يعني في زمننا طبعا، او كليوباترا في زمننا، وبين الاحداث الحقيقيه اللي موجوده في ذاك الزمن. تمام. فعندنا هنا اول، بعدين عندنا نتكلم عن المصادر الاوليه. خلصنا من الموفي، وبعدين راح نتكلم عن المصادر. فعندنا هنا المصادر الأولية، عندنا مصدر بلوتارخ. طبعا عندنا مصادر، مثلا عندنا كاسيوس ديو، وعندنا بلوتارخ، وعندنا اللي هو هورس. لكن طبعا المصادر هذه ما تعتبر من المصادر الأولية، لأنه أول حاجة كاسيوس ديو مصدر غير موثوق، لأنه أساسا راح اخترعها، ولا هو حضر الأحداث اللي صارت في زمن كليوباترا. وبالنفس ونفس الشيء لهورس، تناقل من مشاعر وكلام الناس، يعني ما يعتبر the first hand evidence، يعني ما يعتبر من الدلائل الأولى، أو اللي هو ال primary source، ما يعتبر إن هو كتبها بنفسه من خلال مشاهدته في الأحداث، لكن هو تناقلها عن طريق كلام الناس ومشاعرهم. لكن بلوتارخ الوحيد اللي كان المصدر الأساسي ل يعني مصدر مباشر على طول من أحداث اللي صارت في وقت كليوباترا، ولا تناقلها من أحد ولا أي شيء، لأنه حتى بعد إنه عاش في فترة قريبة جدا من فترة كليوباترا، ويعتبر من أقدم المصادر إلى الآن. تمام. So اتكلمنا طبعا، راح نتكلم وقتها عن بلوتارخ، عن كلام كلامه لكليوباترا أو صورة كليوباترا، وعن تأثيره على أنتوني، وعن المقابلة اللي بينه بين كليوباترا وأنتوني، وإنها كيف أغرته، وكيف إلى آخره. هذا طبعا كتبت باراجراف لحاله، اللي هو حق البلوتارخ، هذا المصدر الأول للبرايمري سورس. وعندنا أيضا من الأشياء اللي تعتبر من البرايمري سورسز، اللي هي طبعا السكالبتشرز، وعندنا اللي هو الكوين الكوينز. تمام. عندنا سكالبتشر اللي هو اللي عندنا ريليف سكالبتشر اللي هو في تمبل هاتور اللي هو التندرا. هذا بعد من المصادر الأولية، لأن أساسا تم عمل اللوحة أو المنحوت هذا الجداري اللي في المعبد، يعني مباشرة لنقل الأحداث أو صورة كليوباترا، بمعنى أصح إنه ينقل صورة كليوباترا الحقيقية من خلال المنحوت الجداري، من خلال المنحوت البارز اللي في جدار التمبل. فلذلك هي يعتبر من المصادر الأولية. وطبعا تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية، أو المحاضرة اللي هي من بداية المحاضرة، عن piece of relief sculpture. وأيضا المصدر الثاني اللي هو الكوينز، المصدر الثالث عندنا اللي هو الكوينز العملات، لأن بعد نفس الشيء تمت في زمن كليوباترا، وطبعا يعتبر من المصادر الأولية، لأنها تنقل مباشرة عن أحداث كليوباترا. تمام. وطبعا اتكلمنا عنها الكوينز بشكل مفصل عن هذا الشيء. طبعا هذا كله الأجوبة اللي احنا شرحناها في الأسئلة، وعندنا يعني كله كامل، هذا جواب للسؤالين هذه. تمام. وطبعا نفس ما علمتكم ان كيف تسوون الاساي، كيف انكم تكتبون، وطبعا يعني اهم حاجه انكم تكتبون الاجابه المطلوبه، وطبعا لكم الحريه في طريقه صياغتكم لكتابه الاساي او اختصار المعلومات والى اخره. تمام. طيب، في نقطه مهمه راح اشرحها لكم، وتكلمت عنها في بدايه المحاضرة، إيش هي؟ اللي هي استخراج الكي ووردز، الكي ووردز. طيب، يعني راح نطلع الكلمات المفتاحية اللي راح تساعدنا في كتابة مقالاتنا، أو كيف نكتب عن
المحتويات اللي موجودة في مادة الـ AA100. طبعا هذه مهمة جدا لأن المادة جديدة عليكم، لأنكم أنتم أساسا اتعودتوا على مواضيع عادية في الكورسات السابقة، مثل 117، عندنا مثل يعني مثلا 121 100 أو 100 مثلا، يعني عندكم 100 يعني 122 مثلا، اللي هي حتى عن البحوث، يعني كلها مثلا عن المواضيع العامة، يعني مثلا السفر، تتكلم مثلا عن السفر أو عن الصداقة أو عن أو عن الطبخ أو عن الهوليداي، عن الإجازة، فكلها مواضيع يعني سهلة، ما يحتاج أنكم تحفظون كيوردز، بس حتكتبون بأسلوبكم ومن عقلكم على طول، تمام؟ لكن في هذه المادة الوضع مختلف، الوضع مختلف، لأنكم راح تتعاملون مع مواضيع اللي هي تخص الدوكيومنتري، وتكلمنا عنها في أول المحاضرة الماضية، اللي هي الأشياء اللي لها علاقة ب الوثائقية أو المعلومات الوثائقية، وطبعا بتكون موجودة في إذا كانت تتكلم عن السياسة، أو إذا كانت تتكلم عن الآثار، أو تتكلم عن التاريخ، فطبعا بيكون لها مصطلحات يعني شوي تكون صعبة أو نوعا ما صعبة، فلا بد إن احنا نحفظها وطبعا نكتبها. طبعا من يستحيل طبعا ان يكون الطلبه يحفظون كل الكلام او بنفس الصيغه اللي مكتوبه في الكتاب، فلذلك يفضل انكم تكتبونه باسلوبكم، تمام؟ يفضل انكم تكتبونه باسلوبكم، فطبعا ما راح تقدرون انكم تكتبونه باسلوبكم على طول او مباشره او من عقلكم، طبعا هذا من الصعب جدا، لأن في عندي من طلابي كان منهم شكوى إنهم فاهمين الكلام اللي في السؤال، وفاهمين كل الكلام مثلا بالعربي، هم فاهمين كل شيء، لكن المشكلة مو عارفين إن كيف يكتبون. هذه هي المشكلة، لأنه مواضيع الـ AA100 هي مواضيع من الدوكيومنتري، فلذلك أفضل طريقة إنكم تدرسون هذه المادة إنكم تحددون الكيوردز من خلالها راح تقدرون تحطونها بالجملة بطريقتكم أو بصياغتكم، فبكذا راح يسهل عليكم دراستكم لهذه المادة، تمام؟ راح أعطيكم الطريقة، وأنا مثل ما قلت كل طالب أو طالبة له طريقته الخاصة، في منهم يترجمون مثلا بالعربي أو يكتبون بالعربي مثلا، أو إن إذا كان يكتبون بالإنجليش مباشرة وبأسلوبهم على حسب، بس أنا راح أعطيكم الحين اللي هي الطريقة. طيب، جبت لكم مقطع من او باراجراف من الاساي الاول، وطبعا هذا اساسا من الملخص وموجود بعد في الكتاب، تمام؟ فراح اعلمكم كيف اول حاجه اني اطلع الكي ووردز، تمام؟ الكي ووردز هي الكلمات اللي بتكون لها او يحمل معنى مهم، يحمل معنى مهم. مثلا هنا عندنا في الجمله الاولى بلوتارك Life of Antony is the principal ancient source for the events surrounding Antony, Cleopatra and Octavian. طيب هذا عندنا الجملة الأولى، فصياغة الجملة بتكون طبعا نوعا ما سهلة كتركيب، كيف إن أنا أرتبها في جملة، كيف إني أنا أضيف لها البريبوزيشن، عندنا السبجكت وعندنا الفيرب وهذه الاشياء، هذه طبعا معروفه، تمام؟ لكن في اثناء انا كتابتي للجمله لازم احفظ الكي ووردز اللي راح احطها جملتي. عندنا هنا الاشياء المهمه في هذه الجمله، مثلا عندنا the principal ancient source، يعني اللي هو المصدر الاساسي القديم، تمام؟ او المصدر القديم الاساسي، تمام؟ فهذا من المعلومات اللي قد تكون مهمة وجديدة طبعا
علي في مادة الدوكيومنتري حقت دبل اي 100، تمام؟ بعدين for the event surrounding عندنا بعد كلمات راح نستخدمها كثير في جملنا، اللي هي انتوني، اسماء شخصيات، عندك كليوباترا وعندنا اكتيفيا، هذه بعد من الكي ووردز. بعدها الجملة اللي بعدها we can see in Plutarch's account in Cleopatra's effect on Antony that Cleopatra is presented as a feral influence on Antony. فطبعا راح نشوف من خلال رواية بلوتارخ، عندنا هنا رواية بلوتارخ اللي هي بلوتارخ account، هذا عندنا keyword راح نستخدمها بدل ما نقول بلوتارخ writing، لا نكون أفضل نقول بلوتارخ account، نتكلم نقول عنها بلوتارخ account أفضل من أن أقول بلوتارخ writing. In Cleopatra effect on Antony that Cleopatra is presented as a fatal influence أو a feral influence، يعني تأثير قاتل، تأثير قاتل على من؟ على انتني. إذا راح أستخدم الكيورد هذه، راح بعد أستخدم الكيورد هذه. طب وعندنا الجملة اللي بعدها she is temptation personified and Antony is incapable of resistance. إذا عندنا هنا temptation هذه مهمة اللي هي عن صورة كليوباترا، فنحفظ الكيورد هذا. عندنا بعد incapable of resistance مثلا، هذا بعد من الكي وورد، تمام؟ عندنا هنا مثلا الجملة اللي بعدها بلوتاركس point of view، يعني وجهة نظر بلوتاركس، طبعا هذه مهمة لأنه أساسا في كتابة بلوتاركس أو بلوتارخ إني قاعد يصف من وجهة نظره عن صورة كليوباترا أو تاريخ كليوباترا، هو قاعد يصفها على إنها حقت إغراء وإنها لها تأثير قاتل على أنتوني، وإن هي خربت بعد ودمرت أنتوني وضيعت عقله وإحساسه وكل شيء، تمام؟ فبعد هذه من الكيورد اللي راح نستخدمها بعد في كتابتنا. وبعدين كليوباترا brings out the worst in Antony and suppresses the best، وعندنا هي تقمع الأفضل، يعني قاعدة تطلع الأشياء الشينة اللي في أنتوني وبعدين بتقمع في الأفضل اللي في أنتوني. طيب هنا under her influence Antony is depicted as a man who has lost his mental faculties and with them all sense of responsibility. فهنا بعد بنلاحظ ال keywords هنا lost his mental faculties وعندنا sense of responsibility. فهذه الكلمات المهمة اللي تعبر عن تصوير أنتوني لهذه الأشياء. طبعا أنت لو لاحظتوا باقي الكلام مثلا، هذه كلها كلام يعني تقدرون أنت تكتبونه بصياغة أخرى أو يعني أشياء تكون معروفة أساسا عندكم يعني كطريقة في الكتابة، لكن راح نركز أكثر شيء على الكيوردز اللي راح نستخدمها في جملنا، تمام؟ وأنا مثل ما قلت لكم أنتم مو مقيدين أنكم تغيرون الصياغة بالكامل، لا مو شرط، أهم حاجة يكون عندكم أريحية في الكتابة، ما يكون عندكم توتر أو تتوترون، يعني مثلا أنا كيف أحفظ الكلام اللي في الملخص، لأن دائما السؤال هذا ينسأل لي عن طريقة مذاكرة الملخصات اللي هي تخص مادة الـ AA100، فأنتم غلط إنكم تحفظونها نصا. الأفضل أفضل طريقة وتقدرون بعد تضمنون درجات فيها زينة ودرجات عالية إنكم تعرفون الكلام، تعرفون الكلام أو المفهومات أو الأشياء اللي عن اللي تكلم عنها الشابتر، تكونوا عارفينها كلها بالتفصيل، وأهم حاجة إنكم تعرفون تكتبونها بالإنجليزي، هذا بعد مهم جدا انكم تكتبونها بالانجليزي. فكثير بيواجه مشكله ان كيف يكتب هذا الكلام كله بالانجليزي، في منهم يقول لا انا ما اقدر احفظ نصا، طبعا هذا صعب جدا ومستحيل. الطريقه الافضل والمثلى لهذا الشيء انكم تكتبونها باسلوبكم، لكن عشان ماده جديده عليكم افضل طريقه انكم تطلعون الكي ووردز، طلعون الكي ووردز
وبعدين تكتبونها بأسلوبكم. هنا هذه طبعا القائمة الكي ووردز، وعندنا هنا the principal ancient source اللي هي أساسا نفس المعنى primary source، وعندنا هذه كلها الليست، سويتها ليست لكل الكي ووردز. تمام، ممكن أنتم بعد تتبعون الطريقة هذه، يعني ممكن يعني مو شرط تكتبونها كليست، ممكن أنتم تسوون بس هايلايت، سووا كذا هايلايت باللون مثلا زي كذا هايلايت عندكم في الملخص أو في الكتاب، لأن وقت ما أنتم تقرؤونها عدة مرات الكلام اللي في الملخص راح يساعدكم أنكم تتذكرون الكي ووردز اللي أنتم سويتوا لها هايلايت. تمام، هذه بعد طريقة ثانية، أو ممكن تكتبونها بنفس الطريقة هذه، يعني كل واحد depends on you، يعني يعتمد عليكم على طريقة مذاكرتكم دراستكم، أهم شيء أنكم تتقنون الكتابة. راح أعطيكم مثال إن أنا كيف حسوي كتابة بأسلوبي باستخدام الكيوردز. تمام، طبعا عندنا هذه الجملة الأساسية، الجملة الأساسية اللي خذيتها من الملخص أو من الكتاب. تمام، وحددت طبعا حددت فيها اللي هي الكيوردز اللي انتم مثل ما انتم شايفين كلها حددت مثلا الكي ووردز، فراح استخدم الكي ووردز واكتبها باسلوبي، وطبعا بنفس تسلسل المعلومات والكلام اللي في الجمل. تمام، فانا هنا ايش كتبت؟ شوف الفرق. هنا عندنا بلوتارخس اكاونت از ذا برنسبل انشنت سورس، إن هو المصدر القديم الأساسي أو the primary source. تمام، اللي هو المصدر الأول أو المصدر الأول concerning، ممكن أقول concerning أو أقول about، عن أنتوني كليوباترا and أوكتيفيان. شفتوا كيف أنا استخدمت ال keywords؟ فأنا الحين قاعدة أكتب بأسلوبي، أنا مو قاعدة أتقيد بأسلوب الكتابة هنا، لا أنا ما قاعدة أتقيد، أنا ذا الحين أكتب بأسلوبي أنا، بطريقتي أنا، بفهمي أنا. تمام؟ باستخدام الكيوردز عشان ما أنقص درجات كثيرة، بالعكس هذا اللي يعزز من درجاتي ويعلي من درجاتي، لأني أستخدم الكلمات الكيوردز اللي موجودة في الكتاب. بعدها نقول كليوباترا is presented as a feral influence on Antony because she has the ability to tempt Antony and he is incapable of resistance، أو أقول he can't resist her temptation. شفتوا كيف أنا سويت تغيير في الكلام أو بالصياغة بأسلوبي، لكن بنفس استخدامي للكيوردز، يعني أنا ما غيرت في الكيوردز، بالعكس أنا استخدمت نفسها، لكن أنا غيرت بس في طريقة الجمل والصياغة. تمام؟ طيب عندنا هنا بلوتارخس point of view اللي هي وجهة نظر بلوتارخ is that Cleopatra has ruined Antony، يعني شو أنا أتكلم إن هي دمرت أو خربت أنتوني. تمام؟ لأن هنا شوفوا كيف هي أساساً هي مكتوبة هنا Cleopatra brings out the worst in Antony. ممكن أنا وقت الامتحان ما أتذكر هذه الجملة، ممكن ما أتذكرها، إيش أسوي؟ طيب أكتب بنفس المعنى لكن بصياغة أخرى، فأنا كتبت كليوباترا has ruined أنتوني، وأنا كذا وفرت علي جهد ووقت في التفكير، أو خاصة استذكار الصياغة الجملة نفسها، and suppresses the best. طبعا كتبت نفس الكيورد، بعدين تكلمت ايش قلت ايش عشان انا اسوي following في الايدياز او التتالي في او التتبع في الافكار because of her Antony has lost his mental faculties and his sense of responsibility، وطبعا بسببها او بسبب اغراءاتها فأنتوني فقد قدراته العقلية او قواه العقلية وحس المسؤولية،
وطبعا هنا شوفوا كيف كان مكتوبة، كيف أنتوني is depicted as a man who has lost his mental faculties and with them all sense of responsibility. فبنلاحظ يعني الجملة شوي فيها صعوبة إني أنا أحفظها مثل ما هي، فأنا راح أكتفي بس أحفظ ال keywords تمام، وبعدين أكتبها بأسلوبي وبطريقتي. فأنا بكذا وفرت على نفسي جهد، ووفرت علي عناء المذاكرة والدراسة، ويعني بدون توتر ولا بدون خوف، بالعكس أنا بالطريقة هذه أنا راح أرتاح وأنبسط في مذاكرتي للمادة، ويكون عندي طاقة إيجابية. فأنتم لا تتوترون من هذا الشيء، بالعكس هذا الشيء راح يريحكم كثير في الدراسة، كثير راح يريحكم. صح في البداية ممكن تحسون إن شوي في صعوبة، لأن ما ألومكم، لأن المادة توها جديدة عليكم وتوها أول تجربة لكم، بس صدقوني مع الوقت ومع الطريقة اللي قاعدة أنا أعلمكم إياها راح تتعودون على المادة، وراح تشوفونها سهلة مرة، وحيكون عندكم القدرة على إنكم تكتبون مقالات بلغة قوية، وراح اللغة حقتكم بعد راح تقوى وتزيد تمام. So don't worry، فبذي الطريقة راح نحقق الهدف اللي تم يعني بسببه إن الكتاب اللي حق الـ AA100 إن يسعى إن الطالب يحصل عليه، إن يكون كتابته الأكاديمية تكون متطورة، وتكون إنها تناقش مواضيع خاصة اللي تخص الـ Educommentary تمام. So هذا بالنسبة لاستخدام الكيورد. راح نرجع لهذا. طبعا هنا اتكلمنا عن الإجابة للأسئلة، وراح أرجع أقول آخر نقطة من قبل ما أخلص محاضرتي عن كليوباترا، إنه استخدمت المين فوكس بوينت اللي في الملخص. الملخص اللي أنا سويته وأنا علمتكم من بداية المحاضرة إني أنا بالنسبة لي ما أحب أعتمد نهائيا على طريقة منهاج الكتاب، لأنه مرة يضيع، وفي معلومات كثير مكررة، وفي يعني أشياء ممكن تشتت الطالب. لذلك أنا ركزت على المين فوكس بوينت، لأن من خلاله راح أدعم في إجاباتي للأسئلة، لأن الأسئلة راح تسألكم عن المين فوكس بوينت، ما راح تطلع برا المين فوكس بوينت. وأيضا المين فوكس بوينت لازم تكون مرتبة، يعني أنا الحين بوريكم إياها في الملخص. طبعا هذا الملخص مثل ما أنتم شايفين. فطبعا أنا سويت على إنه مين فوكس بوينت، عندنا هذا البوينت الأول، هذه مثلا عندنا البوينت الثاني رومانز ايمج اوف كليوباترا، عندنا البوينت اللي بعده رومز موتيف ان ديستورتينج ذا اكشوال هيستوري اوف كليوباترا، هذا بعد مين بوينت طلعته من الكتاب. وأهم شيء إني أسوي أورجنايز للمعلومات، وإني أرتبها بطريقة تنظيمية تكون سلسة وسهلة في تذكر المعلومات والبحث عنها، تكون سهلة في تذكر المعلومات والبحث عنها. يعني مثلا أنا قاعدة أبحث عن صورة كليوباترا، راح ألاقيها بكل سهولة، هذه هي صورة كليوباترا اللي تكلمت عنها. مثلا حتكلم عن أو راح أبحث عن مصدر هورس تمام، حيكون بكل بساطة أفر كذا أحصل اللي هو حق هورس بوم. فأنا حيكون في سهولة للوصول للمعلومة على طول، وأيضا المعلومات اللي فيها مختصرة بشكل بسيط. فعشان كذا أنا سويت تقسيم للمعلومات بكل بوينت مهمة أو فوكس بوينت اللي في الشابتر، اللي راح تدعمون من خلالها إجاباتكم في الأسئلة، وتقدرون تفهمون المطلوب اللي في السؤال. وعندنا هنا طبعا طبعا تم تقسيم من هنا اللي هي عدة عناصر، عندنا كاسيوس ديو، وعندنا بلوتاركس أنتوني، وعندنا بلوتاركس جوليوس سيزر، وعندنا هنا هورس بوم،
وعندنا فهذه هنا مثلا هذه المؤرخين أو المصادر الرومانية. لو أنتم لاحظتوا في الكتاب يعني مثلا خاصة بلوتارخ أنتوني، إذا أنتم شفتوا في الكتاب المعلومات متشعبة ومتناثرة، يعني مو في مكان واحد، يعني قاعد مثلا جاب عن بلوتارخ وبعدين قاعد يتكلم مثلا عن مثلا كليوباترا أو عن صورته وبعدين رجع لبلوتارخ ويعني في مكان ثاني أو في صفحة ثانية، فهذه كلها ترى تشتت. فعشان كذا أنا رتبت لكم بلوتارخ أنتوني بعنصر واحد أو في عنصر واحد عندنا اللي هو خاص بأنتوني، وصنفتها أكثر إن هذا عن أنتوني وهذا عن جيليوس سيزر، وصنفتها عشان يكون سهل لتذكر المعلومات ومذاكرتها. تمام، هذا بالنسبة للمصادر. وعندنا بعدين كليوباترا image of herself، طبعا لحالها الجزئية لحالها اللي هي حقت صورة كليوباترا نفسها، وطبعا عن طريق اللي هو relief sculpture اللي في تندرا. وعندنا كليوباترا on كوينز اللي هي آخر نقطة. وبكذا أكون رتبت طريقة المعلومات بشكل واضح وسهل، ويكون في مرونة في الدراسة والمذاكرة. تمام، That's it. هذا بالنسبة لي كليوباترا. ولو عندكم أي إذا حبيتوا بعد تاخذون مزيد من الملخصات وكذا، ممكن تتواصلوا معي بالرقم اللي موجود في الوصف في الفيديو أو أسفل الفيديو. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.